لجنة أصدقاء المرضى حقيقة هي لجنة تأسست عام 1402 وخرجت من رحم الغرفة، غرفة المنطقة الشرقية، وقام بتأسيسها رجال نفخر أنهم كانوا من غرفة الشرقية، وأيضا هناك مسؤولين ساندوهم. تعتبر هذه اللجنة من أول اللجان على مستوى المملكة، وهذا حقيقة مفخر لنا في المنطقة الشرقية. وصل تقريبا الدعم ما يقارب 500 مليون، وهذا مبلغ لا يستهان به في دعم المرضى على مستوى المنطقة الشرقية. دائما هناك تطور في هذه اللجنة ومتابعة من الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية. السنة هذه هناك لوائح عدت، وهي 3 لوائح إن شاء الله سوف تطبق. الأولى هي الإيواء من هم خارج المنطقة الشرقية عندما يأتون إلى العلاج. 2 توفير المستلزمات الطبية للمرضى في مستشفيات الحكومية. أيضا تم الاتفاق على أن يكون هناك جائزة تحفيزية للمتميزين، وهذا شيء إن شاء الله سوف يكون له مردود جيد. حقيقة لا نغفل ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية حفظه الله في المتابعة، وأيضا ما يقوم به كل سنة في رمضان في زيارة المرضى ومواساتهم، وأيضا رجال الأعمال ما يقوم به من زيارات للمستشفيات من وقتهم وجهدهم ومالهم. فنشكر الجميع حقيقة على هذا العمل المتميز، ونتمنى للجميع التوفيق، وأدام الله الأمن والأمان لوطننا الحبيب. اسمك؟ سعيد. كم عمرك؟ 5. 5. من ربك؟ الله. الله. يلا تعد للعشرة. 1. 2. 3. ايوه. حسين، انا افتكر اول ما جانا كان لسه ما كمل السنتين، وكان ما بيسمع طبعا وما يتجاوب ولا مع احد، وكان جدا انطوائي. تابعناه فترة، سوينا له قياسات سمعية، واكتشفنا انه هو ما بيسمع نهائي، وكان ما بيتواصل ولا مع احد نهائي ولا يفهم شيء. وبعدها اجريت له عملية زراعة القوقعة الالكترونية، علما بان سعر القوقعة الالكترونية يصل الى 136,000 ريال، وهذه القواقع تقوم بتغطية التكلفة مستشفى الملك فهد الجامعي للأطفال السعوديين أو أي مريض سعودي. أما الأطفال الغير سعوديين فأنا أتوجه بالشكر للجنة أصدقاء المرضى لأنها وفرت القواقع الإلكترونية للأطفال الغير سعوديين. يا أبا يا حبيبي، إيش هوها الصحة وحقها الساعة والتعلم. ما كانت تستخرج الكلمة صحيحة، يعني واضح إنها ما هي فاهمة إحنا إيش نقول. حتى بالتعامل يعني كانت عنيفة، كان تعبر عن نفسها بالبكاء بس، لأنها ما هي كانت عارفة توصل إيش هي تبغى. أنت عمرك كم؟ سمايا. اكتشفنا حالة فهد في عمر تقريبا 1 وشهرين إنه ما يسمع. زرعنا الزرعة الأولى واستمرنا بالتأهيل وكانت نتائج طيبة، ثم زرعنا الثانية والحمد لله، يعني كنا نحلم بكلمة فوجدنا كلمات. كنت أعاني من عدم المواصلات، لأني لا توجد لدي سيارة أملكها أحتاج تساعدني على طلوعي ورجوعي مع أبنائي وأسرتي، وحضر المناسبات وأطلع بالراحة وأرجع. وكنت ما كانت لدي لا توجد لدي سيارة مجهزة، فالحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ثم فاعلين الخير والمتبرعين الله سبحانه وتعالى يسر لي السيارة من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم على يد لجنة أصدقاء المرضى تم بفضل الله سبحانه وتعالى تجهيز الرافعة الذي لوقفتهم التي لا أنساها، وأتمنى لهم التوفيق وأدعي لهم بكل التوفيق، وأتمنى لهم أن يستمروا بهذا الدعم الذي يصل إلى يدخل على المريض الفرحة والسرور.